إذن صفية، بداية كما ذكرنا بالأحداث المؤسفة في مدينة الجرادة وتسجيل إصابات في صفوف القوات العمومية بعضها بليغة على إثر تدخل لفض اعتصام غير مرخص له في المدينة. للأسف هذا ما أفادت به عمالة إقليم جرادة، حيث تم تسجيل إصابات في صفوف القوات العمومية بعضها بليغة، وذلك خلال اضطرارها للتدخل أمس من أجل فض اعتصام غير مرخص بالمدينة. وذكر بلاغ للعمالة في هذا الشأن أنه على الرغم من القرار الصادر بتاريخ 13 مارس 2018 عن السلطات المحلية لإقليم جرادة بمنع تنظيم جميع الأشكال الاحتجاجية غير المرخصة، حاولت مجموعة من الأشخاص تنظيم اعتصام بالمدينة قامت خلاله عناصر ملثمة باستفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة، مما اضطر معه القوات إلى التدخل لفض هذا الشكل الاحتجاجي. وأضاف البلاغ أن أحداث العنف هاته خلفت تسجيل بعض الإصابات في صفوف القوات الأمنية بعضها بليغة، نقلوا على إثرها للمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة. كما قام المتظاهرون حسب ذات المصدر بإحراق 5 سيارات تابعة للقوات العمومية وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمجموعة من العربات والمعدات المستخدمة من قبل هذه القوات. وحسب البلاغ فقد جرى توقيف 9 أشخاص على خلفية هذه الأحداث، سوف يتم تقديمهم أمام العدالة. وخلص بلاغ العمالة إلى أن السلطات المحلية لإقليم جرادة تؤكد بهذا الخصوص على أن عناصر القوات العمومية ستواصل إجراءات حماية الأمن والنظام العامين.